بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الأثر لسيدنا علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وكرم الله وجهه، يفيد أن المسؤول إذا كان كريما يعطى فرصة للتفكير، لأنه كلما فكر زاد خيره وأجزل في العطاء وتفنن في السخاء واستدعى فضل ربه عليه وتأسى بأجود الناس صلى الله عليه وسلم، الذي كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكذلك آله رضي الله عنهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما المسؤول إذا كان لئيما فيعاجل في الكلام حتى لا يتردد في العطاء ولا يعد جوابا للرفض، إذ شأن اللئيم أن يتنكر للجميل ويحاول خداع الآخرين، وهو كذلك لا يحمد الله على قليل ولا كثير، دائم التوجع والتألم والشكوى لخلق الله. وإلى هؤلاء وأولئك نتوجه بقول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.